السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. بنكون مع حضراتكم كل يوم اثنين من الساعة 8:30 حتى الساعة 10 إلا ربع، نتكلم في كل الأحداث العالمية اللي بتهم أكيد كل جمهور الرياضة بشكل عام والكورة بشكل خاص. أسبوع كالعادة ساخن جدا، يعني ختامه كان مسك بالنسبة لي كل محبي محمد صلاح وكل محبي المحترفين المصريين بشكل عام. مش عايز اعمم في ليفربول، بس كلنا بنحب ليفربول علشان كلنا بنحب محمد صلاح، ونفسنا ان محمد صلاح يحقق اللي معرفش منه الكتير جدا انه يحققه، وهو الفوز بلقب الدوري الانجليزي من 30 سنه. محمد صلاح الفرقه المستعصيه من السته الكبار اللي كان فشل في تسجيل اي هدف منهم، هو مانشستر يونايتد اللي نجح انه يسجل هدف اكثر من رائع بعد ما ضيع اكيد اكثر من فرصه سهله، لكن أليسون بيكر بيلعب دور الاسيست وبيلعب لمحمد صلاح كوره متقشره زي ما لغه الكوره بتقول علشان يجيب هدف رائع جدا. الهدف كان فيه يعني عوامل كتيره جدا، اولا الثرو باس او الرؤيه اللي أليسون بيكر بص عليها لمحمد صلاح والموقف اللي كان موجود فيه، تاني نقطه هو كنترول سرعه الكوره مع تحجيز محمد صلاح على مدافع مانشستر حتى ما الكوره خدمته وعدت من ما بين رجل حارس مرمى مانشستر يونايتد اكيد، وبعد كده احرز الهدف الثاني لفريق ليفربول وفي اخر دقائق من عمر المباراه علشان خاطر طبعا علشان خاطر يحقق اول هدف في شباك مانشستر بعد خامس مباراه لي على التوالي ضد فريق مانشستر يونايتد. طبعا الفرحه اللي احنا شفناها دي كان ليها شقين، اول شق ان محمد صلاح بيقول لكل جماهير ليفربول ان احنا خلاص قربنا من لقب الدوري الانجليزي الممتاز، والجزء الثاني هو ان خلاص يعني انا فكيت عقده مانشستر، ورسميا محمد صلاح ما قدموش غير فريق استون فيلا اللي محترف فيه تريزيجيه والمحمدي علشان يحرز في شباكه اهداف، وبالتالي يكون حقق في كل شباك الدوري الانجليزي. يعني كده محمد صلاح يكون تقريبا سجل في كله ما عدا فريق واحد، ده هبط الى دوري الدرجه الاولى الشامبيونشيب، وهو فريق سوانزي سيتي الفريق الويلزي اللي لعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي وما احرزش كمان في مرمى شيفيلد يونايتد، وبالتالي شيفيلد يونايتد واستون فيلا الفريقين اللي محمد صلاح ينتظرهم وبشغف وبقوه علشان يحقق فيهم كل واحد هدف ويبقى يعني احرز اهداف في كل فرق الدوري الانجليزي الممتاز. 2-0 نتيجه كبيره على فريق مانشستر، الاهداف اللي ضاعت من فريق ليفربول نتيجه ايضا اهداف كانت محققه جدا. بنتكلم كمان عن الهدفين اللي الحكم لغاهم، اعتقد ان مانشستر ما كانش في يومه تماما، ويورجن كلوب يقترب نحو تحقيق اللقب الاغلى لجماهير ليفربول في اخر 30 سنه علشان تكون سنه 2020 هي وش السعد ووش الخير على كل جماهير فريق ليفربول. طبعا هنتكلم ايضا عن تعادل المخيب لفريق مانشستر سيتي وابتعاده بالنقاط عن فريق ليفربول، ايضا بنتكلم عن ارسنال، بنتكلم عن كل الفرق اللي بتنافس فريق ليفربول. ارسنال بيتعادل مع ارتيتا، ما فيش شك ان ارتيتا واحد من المدربين اللي بيبنوا للمستقبل، لكن دلوقتي في السكواد الحالي مع غياب اوباميانج بسبب طرده في المباراه قبل الماضيه اعتقد ان الموضوع صعب جدا على ارتيتا، ويعني اعتقد كمان ان خساره تشيلسي في المباراه الاخيره يعني كان ليها يعني طابع مش لطيف على الدوري الانجليزي، ان كل الكبار بيسقطوا واحد تلو الاخر، ده يعني ممكن نقول ان ده ليه حاجه حلوه وليه حاجه وحشه. الحاجه الحلوه او الحاجه الايجابيه اللي موجوده ان في الدوري الانجليزي مفيش منافسه، الكبير والصغير كلهم واحد، اي نتيجه متوقعه داخل الدوري الانجليزي. الحاجه السلبيه ان كل الانديه الكبيره بنشوفها بتقع، وده بيقتل حلاوه الدوري الانجليزي، ان احنا مش هنشوف منافسه مع ليفربول. ليفربول بسم الله ما شاء الله هو المتفوق وهو اللي ماشي بشكل رائع جدا، وبنفس الوقت كمان مفيش منافس لفريق ليفربول زي ما انا قلت. فالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بيقول لليفربول لو سمحت يلا حقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز على طبق من الماس، مش هقول لحضراتكم على طبق من ذهب عشان الطبق الذهبي ده بيكون العوامل بتاعته اصعب من كده شويه، لكن تخيلوا حضراتكم يعني ليفربول باعد ب 16 نقطه عن اقرب منافسيه، اعتقد ان الموضوع صعب جدا، كمان مباراه مؤجله ممكن توصل ل 19 نقطه، وبالتالي ليفربول دلوقتي بينافس نفسه، بينافس الارقام القياسيه، ليفربول تخطى الرقم القياسي لفريق تشيلسي في
موسم 2004-2005 في عدد الانتصارات المتتالية وفي عدد اللا هزيمة في الدوري الإنجليزي. دلوقتي ليفربول بيفكر في إيه؟ ليفربول بيفكر إن هو إزاي ينهي بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 أولاً بلقب تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ثانياً وهو الفوز بعدم وجود أي خسارة أو أي هزيمة، أي هزيمة علشان يعادل أو يتخطى أو يحقق نفس الإنجاز اللي حققه نادي أرسنال مع أرسن فينجر في موسم 2003-2004 لما حققه ب 49 مباراة بدون أي هزيمة. طبعاً كان فيها تعادلات، ليفربول لحد دلوقتي يعني تعادل واحد فقط لا غير، وأنا أعتقد إن ده رقم يورجن كلوب هيركز عليه هو كمان. بنتكلم إن هو ما فيش فريق عدى على ليفربول من غير ما يكسبه، وبالتالي بقول لحضراتكم إن فريق ليفربول بيدور على تحقيق الرقم القياسي، إزاي إن أنا أكسر وأحطم كل أرقام الناس اللي قبليه. ما فيش شك طبعًا إن أرسنال هو أعظم إنجاز في الدوري الإنجليزي بالشكل الجديد، دوري بلا هزيمة، يعني ما خسرش في ولا مباراة. طبعًا النجوم اللي كانوا موجودين بيركام وتييري أنري بقى وليون بيرج ويعني سيمان، ناس كتيرة جدًا نجوم كانوا موجودين في أرسنال، أعتقد إن هم كانوا قد المسؤولية في فوز ومنح أرسن فينجر وكل جمهور الجانرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن ليفربول طبعًا أول رقم قياسي هيستناها هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 سنة. تخيلوا حضراتكم من سنة 1990 حتى سنة 2020 ليفربول لم يستطع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ده رقم واحد. رقم اثنين، نجوم كثيرة جدا قبل الجيل الحالي وكانوا أكثر نجومية من النجوم الحاليين وأكثر تألقا ومهارة وتفوقا لم يستطيعوا الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن تخيلوا بقى الجيل الذهبي اللي هيكون خالد في مدينة ليفربول ونادي ليفربول بقيادة مو صلاح الفرعون المصري اللي كل امبارح الملعب اتقلب لما حقق هدفه الثاني واحرزه، وكلنا شفنا ساديو ماني وفرحة ساديو ماني علشان نقتل كل الشكوك اللي بتحوم حول العلاقة المتوترة بسبب عدم مجيء محمد صلاح إلى حافلة الأفضل في أفريقيا. وبالتالي ساديو ماني كان أكثر واحد فرحان امبارح في الملعب، وكلنا شفنا الصورة اللي كان موجود فيها ماني على دكة البدلاء وعلى مقعد البدلاء وبعديها على طول طار علشان يسقف لمحمد صلاح ويضحك ويبتسم علشان عارف إن محمد صلاح عنده تحدي وهو إحراز هدف في شباك مانشستر يونايتد علشان يفك العقدة اللي لازمته لفترة طويلة في الدوري الإنجليزي منذ قدومه في صفوف تشيلسي في الفترة الأولانية ومرورا بفريق روما ثم رجوعا لفريق ليفربول. دوري الإنجليزي زي ما قلت لحضراتكم مفيش فريق كبير كسب مباراة، كل الفرق الكبيرة تعثرت ما عدا فريق ليفربول، الفرق الصغيرة كلها طلعت على أكتاف الفرق الكبيرة، وبالتالي هي دي حلاوة الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني كلنا شفنا طبعًا معاناة ريال مدريد أمام أشبيلية وفوز 2-1، فوز صعب جدًا أمام منافس صعب. لكن أول مباراة لفريق برشلونة مع كيكي سيتن أعتقد إن الوضع يعني إلى حد ما ممكن نقول في تفاؤل. أولًا برشلونة بيعمل رقم قياسي جديد وهو أكثر مباراة برشلونة يتعدى فيها نسبة الاستحواذ في مباراة واحدة من آخر مباراة تفوق فيها فريق برشلونة أعتقد كانت أمام سلتك في عهد بيب جوارديولا في موسم 2011. كيكي سيتن بيجي بعد حوالي 9 سنين علشان يكسر الرقم القياسي اللي مسجل باسم بيب جوارديولا. الحاجة التانية كلنا شفنا لعيبة جديدة، لعيبة شباب، لعيبة ينتظرها مستقبل رائع من أكاديمية لاماسيا شاركت امبارح في المباراة. ميسي بيتألق لكن فوز هزيل، فوز ضعيف، لكن المهم في أول مباراة الانطباع الأول، وزي ما حضراتكم عارفين الانطباع الأول يدوم في أي شيء، فما بالكم بكرة القدم وجماهير كرة القدم العاشقة ومحبة لناديها والمنافس لريال مدريد على لقب الدوري الأسباني بعد ما ريال مدريد حقق لقب السوبر الأسباني بفوزه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الجزاء، مع إن برشلونة الفائز بلقب الدوري وفالنسيا الفائز بلقب الكاس الاثنين تم اقصائهم، واحد عن طريق ريال مدريد واحد عن طريق اتلتيكو مدريد، وما كانوش موجودين تماما في المباراه النهائيه ولا اول ولا حتى وصيف. وبالتالي الدوري الاسباني كلنا شايفينه انه رايح في اما في الملكي او للفولجرانا. طبعا الدوري الايطالي تفوق واضح للاتسيو، عمال يكسب بالاربعات وبالخمسات وعمال يعني بيدوس على اي فريق بيجي قدامه في الدوري الايطالي بنتائج كبيره جدا، وده بيدل على ان لاتسيو من الفرق القويه اللي عندها مهاجم من الطراز الفريد، من مهاجم اعتقد ان لازم يكون ليه مكانه اكبر من كده، مع انه تخيلوا حضراتكم ان تشيرو ايموبلي بيلعب في الدوري الايطالي في نادي لاتسيو وهو هداف الدوري الايطالي واول لاعب في الدوريات الخمسه اللي يتخطى ال 20 هدف. عشان كده بقول لحضراتكم انه لاعب مكانه
في الدوري الانجليزي، في احد الانديه الكبار، في الدوري الاسباني في ريال او برشلونه، او حتى في الايطالي على الاقل يكون موجود في اليوفنتوس او في الانتر. نجوم كتيره جدا ممكن تكون موجوده مكان ايموبلي، او لعيبه موجوده مكان ايموبلي في انديه ثانيه وما تاديش نص الاداء اللي بيأديه ايموبلي، لكن باقل الامكانيات لاتسيو بيعرف يوصل اللي هو عايزه، بينافس بقوه، واعتقد انه هيكون ليه مكانه مهمه جدا بنهايه الموسم الحالي، وممكن يتسحب من بعيد جدا ويجي ينافس يوفنتوس وانتر على لقب الدوري الايطالي. اسم ميلان مع جاتو، يعني اسم ميلان في الوضع الحالي يعني مع وجود ابراهيموفيتش نتمنى ان هو يكون افضل، لكن نابولي مع جاتوسو الوضع لسه مش احسن حاجه، نابولي بيعاني ايضا، وبالتالي لسه هنشوف الدوري الايطالي هينتهي على ايه. كلنا شفنا في الدوري الالماني، الدوري الالماني عايز اتكلم عليه عشان في حادثه اول مره تقريبا تحصل في تاريخ الدوري الالماني، ان لاعب صغير في السن يكون لسه منتقل من الدوري النمساوي، هو هالاند. هالاند اللاعب السويدي المنتقل، او عفوا النرويجي المنتقل من سويدي او نرويجي، علشان بس المعلومه تكون واضحه، هقول لحضراتكم حالا الجنسيه، لكن هو من الاسكندنافيان كونتريز او بلاد الاسكندنافيه. هو انتقل من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي الى فريق بروسيا دورتموند ب 20 مليون يورو. الاول الكلام كان هالاند يعني جاله عروض كتيره جدا، لكن فضل بروسيا دورتموند. نرويجي زي ما قلت لحضراتكم، مش سويدي، وبالتالي اللاعب النرويجي هو اصغر لاعب شاب يشارك في اول مباراه في الدوري الالماني ويحرز هاتريك. هحكي لكم اللي حصل عشان اشوقكم للاحداث وعلشان تعرفوا انا بتكلم ليه على المباراه دي. بروسيا طبعا بروسيا دورتموند كان خسران بنتيجه 2-1، بعد كده هالاند نزل كتغيير، احرز هدف التعادل، بعد كده سانشو احرز الهدف التقدم، بعد كده هالاند احرز الهدف الثالث والرابع او الهدف الرابع والخامس علشان بروسيا دورتموند يفوز بفضل هالاند في اول مباراه ليه، واعتقد ان صفقه هيكون ليها باع طويل جدا داخل الدوري الالماني وممكن تشكل خطوره قويه بالنسبه لفريق بايرن ميونخ. يعني مش عايز اتكلم كتير عن الدوريات العالميه عشان دايما بتحبوا حضراتكم تشوفوا وتسمعوا احسن ما اتكلم معاكم كتير، يعني كتير كده في الاول وفي البدايه، لكن طبعا لازم اتكلم معاكم، امهد لكم الطريق وامهد لكم الدنيا علشان نبقى عارفين داخلين على ايه وايه اللي احنا هنتكلم عليه. وفي نفس الوقت كمان معانا كالعاده مباراه تاريخيه ونجم الاسبوع وواحد من اساطير الكره البرازيليه، اكيد حضراتكم هسيبكم تتوقعوا مين هو. وفي نفس الوقت بنختم معاكم بفقره الفيديوهات، لكن في البدايه في اولى فقرات حلقتنا هنروح ونفكر حضراتكم بايه النتائج اللي حصلت في الاسبوع الماضي، والبدايه من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي الممتاز، الجوله السابقه واتفورد بيتعادل سلبيا مع توتنهام هوتسبيرز في مباراه اتلغى فيها هدف لفريق توتنهام. توتنهام اتلغى هدف، تقريبا الكوره كانت باكملها ب 99% عدت الشباك، لكن زي ما حضراتكم عارفين اكتر حاجه فيها ضمير في الدوري الانجليزي هي تقنيه الجول او النو جول. ارسنال بيتعادل ايجابيا 1-1 مع شيفيلد يونايتد، مانشستر سيتي بيتعادل ايجابيا ايضا 2-2 مع كريستال بالاس في مباراه كانت قويه جدا جدا من جانب كريستال بالاس. نيوكاسل يونايتد بيفوز 1-0 على تشيلسي، اما بيرنلي بيفوز 2-1 على ليستر سيتي علشان يكون كل النتائج في صالح فريق ليفربول. ليفربول بيفوز على مانشستر يونايتد بنتيجه 2-0، ومحمد صلاح اخيرا بيفك العقده اللي لازمته لخمس ماتشات على التوالي ضد صفوف مانشستر. كان الكل بيسجل مع محمد صلاح كانت عنده المشكله، لكن صلاح بتفوقه باصراره بعزيمته المصريه اللي احنا عارفينها عنه قدر انه يفك العقده الحمد لله. يلا نروح للجولات القادمه في الدوري الانجليزي علشان نفكر حضراتكم بابرز مباريات الجوله. يوم الثلاث 21 يناير شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي، والمباراه دي هتكون بكره. جولات هتكون يوم الثلاث ويوم الاربع علشان يعني بتكون مكان تأجيلات أو مكان مواعيد ماتشات سواء في دوري الأبطال أو في كأس الرابطة أو حتى في كأس الاتحاد الإنجليزي. شيفيلد ومانشستر سيتي بكرة إن شاء الله الساعة 9:30، أما مباراة القمة اللي هتكون الساعة 10:15 بكرة تشيلسي وأرسنال، مباراة قوية جدا. أرسنال يا عيني مش شايف قدامه الفترة الأخيرة، كل ما يخرج من مباراة يقع في مباراة تانية أقوى منها، وبالتالي مش عارف يلاحق على النتائج السلبية اللي موجود فيها في الفترة الأخيرة، واللي طبعا كلنا صعب يعني صعبانين أو هو صعبان علينا هو أرتيتا المدير الفني اللي انتقل من العز والراحة في اختيارات اللعيبة والبدلة اللي موجودين إلى اختيارات محدودة جدا، وفرق أو فريق بيخسر
او فريق عنده حظ سيء جدا، وبالتالي ارتيتا عنده تحدي مع لامبارد، اثنين من المدربين اللي عندهم مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم. يوم الاربعاء توتنهام هوتسبيرز مع نورويتش سيتي، اما ليستر وويست هام ايضا يوم الاربعاء، وختاما يوم الخميس 23 يناير الساعه 10 مساء ولفرهامبتون عنده مباراه قويه امام ليفربول. هنشوف فريق الولفز هيقدر يوقف القطار لفريق ليفربول، ولا فريق ولفرهامبتون هيسقط كما سقط باقي فرق الدوري الانجليزي. قائمه هدافين الدوري الانجليزي، جيمي فاردي اللي واقف عند 17 هدف والكل بيقرب منه، سيرجيو اجويرو 15 هدف، 14 هدف بيتساوى فيه داني انجز، ماركوس راشفورد وامريك اوباميانج الغائب عن المباراه الاخيره لنادي ارسنال، اما اخيرا تامي ابراهام لاعب تشيلسي عنده 13 هدف. نروح لجدول الدوري الانجليزي الممتاز علشان نفكر حضراتكم بالمراكز وفارق النقاط ما بين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. ليفربول 64 نقطة عنده مباراة مؤجلة، السيتي في المركز الثاني 48 نقطة، ليستر سيتي 45 نقطة، تشيلسي 39 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس رغم الخسارة ب 34 نقطة. نروح للدوري الإسباني ونفكر حضراتكم بالنتائج السابقة للدوري الإسباني. ليجانيس بيخسر 0-3 من ختافي، ريال مدريد بيفوز 2-1 على أشبيلية، وإيبار بيفوز 2-0 على أتلتيكو مدريد، وريال مايوركا بيفوز 4-1 على فالنسيا، وأخيرا برشلونة بيفوز 1-0 على غرناطة. نروح للجولات القادمة في الدوري الإسباني، والبداية من يوم السبت 25 يناير فالنسيا وبرشلونة، وإعادة للقاء نهائي الكأس الأخير واللي فالنسيا فاز فيه على نادي برشلونة، لكن المباراة هتكون في الدوري على ملعب المستايا ملعب فالنسيا الساعة 5. أما إشبيلية عنده مباراة أمام غرناطة، أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس الحد الساعة 1، ختافي وريال بيتيس كمان نفس التوقيت الساعة 1 يوم الحد، وأخيرا الساعة 10 ختام مباريات الدوري الإسباني ريال مدريد أمام بلد الوليد على ملعب بلد الوليد. نروح لهدافين الدوري الإسباني علشان نعرف الصراع القوي جدا ما بين ميسي وبنزيما. ميسي بيتفوق ب 14 هدف، يليه كريم بنزيما 12 هدف، ولويس سواريز 11 هدف، وأفيلا لاعب أساسونا 9 أهداف، وروجر مارتي سلفادور لاعب ليفانتي 9 أهداف، وأنتي بودمير لاعب ريال مايوركا 8 أهداف. نروح لجدول الترتيب الدوري الإسباني علشان نقول مع حضراتكم من هو صاحب الصدارة. صاحب الصدارة هم برشلونة 43 نقطة، وريال مدريد 43 نقطة، أتلتيكو مدريد 35 نقطة، أشبيلية 35 نقطة، وختافي 33 نقطة. نروح للدوري الإيطالي علشان نفكر حضراتكم بنتائج الجولة السابقة. لاتسيو بيفوز 5-1 على سامبدوريا، نابولي بيخسر 0-2 من فيورنتينا، وميلان بيفوز 3-2 على أودينيزي، ليتشي بيتعادل إيجابيا 1-1 مع إنتر ميلان، ويوفنتوس بيفوز على بارما 2-1. نروح للهدافين أو نروح عفوا للجولات القادمة في الدوري الإيطالي. الجمعة 24 يناير بريشيا أمام ميلان الساعة 10 إلا ربع، وتورينو وأتلانتا الساعة 10 إلا ربع يوم السبت، إنتر ميلان وكالياري يوم الحد 1:30، وروما ولاتسيو لقاء قمة لقاء الديربي لقاء ملعب الأولمبيكو هيكون يوم الحد الساعة 7 إن شاء الله، وأيضا لقاء قوي جدا هيكون بعديه الساعة 10 إلا ربع في نفس اليوم، نابولي أمام اليوفنتوس الساعة 10 إلا ربع. طيب نروح لجدول قائمة الهدافين. إيموبيلي النجم 18 هدف، كريستيانو رونالدو 16 هدف، لوكاكو 14 هدف، وجلفاو 13 هدف، ولوتارو مارتينيز 10 أهداف، ولويس موريال لاعب أتلانتا 10 أهداف. جدول ترتيب الدوري الإيطالي، يوفنتوس في الصدارة و 51 نقطة، أما بالنسبة للمركز الثاني إنتر ميلان 47 نقطة، ولاتسيو في المركز الثالث 45 نقطة، وروما في المركز الرابع ب 38 نقطة، أما أتلانتا في المركز الخامس ب 35 نقطة. طيب بكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الإحصائيات الخاصة بالدوريات العالمية، دوري إنجليزي أسباني إيطالي، عرفنا كل التفاصيل وفكرنا حضراتكم بالنتائج السابقة من الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي. هنروح دلوقتي وميعادنا لفقرة الجرافيكس اللي دايما بنجمع فيها لحضراتكم حاجات كتيرة جدا جدا
بنعرفها سواء في الدوري الانجليزي او الايطالي او الاسباني، هم اكثر الثلاث دوريات اللي بيكون فيهم اثاره ومتعه. لكن تعالوا نبدا معاكم بالدوري الانجليزي والبدايه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده سجل الاهداف، مين اكثر لاعب سجل في تاريخ البريمير ليج بنظامه الحديث. قدام حضراتكم اساطير الدوري الانجليزي، البدايه من آلان شيرر اللي دايما بيبقى موجود في المقدمه، 260 هدف. واين روني 208 هدف، واندي كول 187 هدف. عايز اقول لحضراتكم حاجه بس قبل ما اروح لاكمل معاكم الارقام، كنت حابب اتاكد من المعلومه عشان ما اقولهاش غلط قدام حضراتكم. إيموبيلي لاعب لاتسيو ما احرزش 18 هدف، احرز 23 هدف. 23 هدف. طيب اندي كول 187 هدف، وسيرجي اجويرو 179 هدف، وفرانك لامبرد 177 هدف، تييري أنري 175 هدف، واما روبي فاولر 163 هدف، وجيرمان ديفو 162 هدف، ومايكل اوين 150 هدف، و ليس فيرديناند 149 هدف. الخلاصة إن أقرب واحد إنه ممكن يحطم رقم آلان شيرر هو سيرجيو أجويرو، عشان عنده يعني فارق الأهداف ما أعتقدش إنه هو كبير أوي. في نفس الوقت أجويرو من اللعيبة اللي بتسجل أهداف كتيرة في موسم واحد، وبالتالي هو لسه مستمر مع فريق مانشستر سيتي، وممكن يقرب جدا ويكسر رقم آلان شيرر في القريب العاجل. نروح لنجم هذا الاسبوع اللي دايما بنتكلم في كل اسبوع عن واحد من نجوم الدوري الانجليزي، سيرجيو اجويرو، واحد من اساطير الدوري الانجليزي، واحد من نجوم المنتخب الارجنتيني. طبعا ارقامه في بطوله الدوري الانجليزي لعب 256 مباراه، سجل 179 هدف وصنع 46 هدف، لعب 9 مواسم في الدوري الانجليزي، حقق الفوز في 172 مباراه، حقق التعادل في 41 مباراة وخسر في 42 مباراة، تصويبات على المرمى 977 تصويبة، ما بين القائمين والعارضة 404 هدف، كروت صفراء 22 كارت، حصل على كارت أحمر وحيد في مسيرته في الدوري الإنجليزي، عمل 164 خطأ عليه ووقع في مصيدة التسلل 192 مرة. قدام حضراتكم ده يعني مجسم لسيرجيو أجويرو، أحرز 18 هدف بالرأس، 26 هدف من ركله جزاء، و 127 هدف بالقدم اليمنى، و 33 هدف بالقدم اليسرى. بيب جوارديولا بيكمل ال 49 عام في مسيرته الكرويه. طبعا واحنا بنحتفل بعيد ميلاد بيب جوارديولا لازم نتكلم عن ارقامه وعن احصائياته في الكوره بشكل عام. بنتكلم في مسيرته التدريبيه سواء مع برشلونه، سواء مع مانشستر سيتي، سواء مع بايرن ميونخ، كل الدورات هنتكلم عليها. لكن تعالوا نشوف ال 28 بطوله اللي حققها بيب جوارديولا في مسيرته التدريبيه كانت فين. 2 بطولتين دوري في اسبانيا مع برشلونه، 2 كاس ملك اسبانيا، 3 كاس السوبر الاسباني، 3 بطولات للدوري الالماني في 3 مواسم متتاليه مع بايرن ميونخ، مرتين كاس المانيا، 2 بطولتين دوري انجليزي مع فريق مانشستر سيتي، و2 كاس الرابطه المحترفه، 2 كاس الدرع الخيريه اللي هو السوبر، 1 كاس الاتحاد الانجليزي، بطولتين دوري ابطال اوروبا، و3 كاس العالم للانديه، و3 كاس السوبر الاوروبيه. دي ارقام بيب جوارديولا في عيد ميلاده رقم 49، ونبين لحضراتكم قيمه هذا المدرب اللي انا اعتقد واحد من افضل المدربين اللي موجودين في العالم. أشلي يونغ لاعب مانشستر السابق والمنتقل حديثا في الترانسفير ويندو الحالي إلى إنتر ميلان، أحدث صفقات إنتر ميلان والمنتقل من مانشستر يونايتد. أرقام أشلي يونغ في البريمير ليج، لعب مع واتفورد 20 مباراة وسجل 3 أهداف، لعب مع أستون فيلا 157 مباراة وسجل 30 هدف، لعب مع مانشستر يونايتد 192 مباراة وسجل 15 هدف، مجموع ماتشاته في الدوري الإنجليزي 369 مباراة، وعدد الأهداف 48 هدف، لعب مع منتخب إنجلترا 39 مباراة وسجل 7 أهداف، شارك لمدة 15 موسم على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، صنع فيهم 69 هدف، حقق 4 بطولات، دوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012-2013، كأس الاتحاد الإنجليزي 2015-2016، اليوروبا ليج 2016-2017، ودرع الاتحاد الإنجليزي 2011. نروح لليونيل ميسي بعد ما أحرز هدفه رقم 600 مع نادي برشلونة، علشان نعرف هو
وصل لحد فين وارقامه وكل 100 هدف سجله كان امام مين والتاريخ. واكيد طبعا ارقام ميسي بالنسبه له ذكريات مهمه جدا، لكن بالنسبه لنا كمشجعين ومشاهدين اعتقد ان دي متعه ان انت تتابع وتتكلم عن ارقام قياسيه لعملاق كتالوني، لعملاق الكره الاسبانيه وعملاق الكره الارجنتينيه وافضل لاعب في العالم من الفيفا ومن الفرنس فوتبول. 1 مايو 2005 الهدف الاول ضد الباسيتي لميسي مع برشلونه، الهدف رقم 100 حققه بعدها بخمس سنين، وقدر انه يجيب يوم 16 يناير 2010 الهدف رقم 100 امام اشبيليه. سنتين تقريبا بالظبط امام فالنسيا قدر انه يحقق الرقم 200 من اهدافه يوم 19 فبراير. نفس الشهر في السنه اللي بعديها على طول يوم 16 فبراير 2013 ضد فريق غرناطه قدر انه يحقق الهدف رقم 300. السنه اللي بعديها يعني ميسي شويه فضل كده مريح سنتين علشان يوصل لهدف الرقم 400، ده كان يوم 8 ابريل ضد فريق الميريه. الهدف رقم 500 كان بتاريخ 23 ابريل 2017 ضد فريق ريال مدريد، ودي اعتقد ان ذكرى جميله جدا وذكرى يعني ما حدش ابدا يقدر ينساها. لما ميسي يتقال له جبت الهدف رقم 500 في مين؟ يقول لك في ريال مدريد. اما الهدف رقم 600 كان 1 مايو 2019 لما سجله امام فريق ليفربول. ميسي وارقامه القياسيه واحصائياته اللي اكيد طبعا بنستمتع في كل حلقه ان احنا يكون معانا نجوم مختلفه من دوريات مختلفه نتكلم عليهم ونقرب لحضراتكم اكثر علشان تعرفوا ارقام النجوم وعلشان تعرفوا هم وصلوا لحد فين في مسيرتهم مع انديتهم. طبعا الهدافين التاريخيين في الدوري الايطالي طبعا كلها صور اعتقد ان هي قديمه جدا بالنسبه لاساطير ما حدش قدر يكسر ارقامهم ولا احصائياتهم. الاسامي طبعا انا عارف ان هي صعبه على حضراتكم جدا، لكن هحاول ان احنا كده ايه يعني اقول لحضراتكم براح. اول حاجه بيولا نجم طبعا الدوري الايطالي 274 هدف. بعديه الاسطوره ملك روما فرانشيسكو توتي 243 هدف، ونوردال 225 هدف، اما التافاني 216 هدف. اللي بعديه ده هيكون سهل جدا لحضراتكم واعتقد ان حضراتكم بتسمعوا عنه لكن محدش يعرف اي حاجه عنه، او ممكن يعني اقول 30% من اللي بيتفرج علينا ممكن يكون عارف جيوسيبي دمياتسا النجم الكبير اللي طبعا استاد ميلان والانتر متسمي باسمه الاسطوره الحاليه جيوسيبي دمياتسا او سانسيرو، لكن هو ده الاسم الخالد لحد دلوقتي اللي سجل 216 هدف كاسطوره واحد من اساطير الدوري الايطالي. ديناتيلي 206 هدف، وروبرتو باجيو 205 هدف، وهارمن 190 هدف، و سينيوري 188 هدف، واخيرا اليساندرو ديل بيرو الاسطوره الايطاليه 188 هدف بيتساوى مع سينيوري. تشيري ايموبيلي النجم والاسطوره الايطاليه اللي بيلعب في الدوري الايطالي واللي متالق جدا مع فريق لاتسيو واللي وصل ل 23 هدف في الدوري الايطالي بلا منافس معاه في عدد اهدافه وتألقه في الدوري الإيطالي. آخر مباراة حقق فيها هاتريك واللي كسبه فيها سامبدوريا 5-1. لعب 198 مباراة في السيريا سجل 111 هدف. طبعا البداية وده اللي كان غريب انه لعب لليوفنتوس لعب 3 ماتشات لم يسجل ولا هدف، لعب بعد كده وانتقل الى جنوة لعب 33 مباراة سجل 16 هدف. اما التألق والتوب فورم كانت بالنسبة لي في تورينو قبل ما ينتقل الى لاتسيو، لكن مع تورينو لعب 115 مباراة سجل 90 هدف و 198 مباراة مع لاتسيو وصل لعدد ارقام. وانا مش انا طبعا الارقام اللي قدام حضراتكم دي ارقام تصاعديه، يعني لعب 3 في اليوفنتوس، بعديها وصل ل 33 مباراه مع جنوا، بعديها وصل ل 115 مع تورينو، بعديها وصل مع لاتسيو 198 مباراه. نفس القصه بالنسبه للاهداف، لم يسجل في اليوفنتوس، بعد كده انتقل الى جنوا سجل 16 هدف، وبعد كده وصل عدد اهدافه مع تورينو ل 90 هدف، واخيرا وصل مع لاتسيو في الوقت الحالي يكون عدد او مجموع عدد اهدافه 111 هدف. طبعا فابيو كواليريلا لاعب الدوري الايطالي واللي تالق في الفتره الاخيره واللي اكيد طبعا لازم نتكلم عن ارقامه واحصائياته. لعب 449 مباراه
يعني ينقصه مباراة واحدة علشان يوصل لرقم 450 مباراة سجل فيها 158 هدف، وهو أحد هدافين الدوري الإيطالي بالمناسبة، وأكيد اسمه بنقراه لحضراتكم على طول في ترتيب هدافين الدوري الإيطالي. طبعا الأندية اللي لعب ليها، سكولي لعب 32 مباراة سجل 3 أهداف، نابولي لعب 34 مباراة سجل 11 هدف، أما أودينيزي لعب 73 مباراة سجل 25 هدف، وتورينو لعب له 50 مباراة سجل 18 هدف، واليوفنتوس سجل 84 أو لعب ليوفنتوس 84 مباراة سجل 23 هدف، وسامبدوريا ناديه الحالي لعب له 176 مباراة سجل فيهم 78 هدف. نروح لجادن سانشو اللاعب الإنجليزي الوحيد في العالم اللي قدر إنه يخرج بره، يعني يخرج بره جلده كده ويغيره علشان يخرج من الدوري الانجليزي علشان يجرب تجربه، في ظل ان الفرصه كانت صعبه جدا بالنسبه له، في ظل النجوم اللي موجوده في كل الفرق في الدوري الانجليزي، وخاض وقرر انه يخوض تجربه الاحتراف في الدوري الالماني علشان يحترف ويبقى واحد من نجوم الدوري الالماني، واحد من النجوم اللي بيتهافت عليهم كل الفرق في الدوري الانجليزي. متالق جدا، لاعب عنده 20 سنه، واحد من نجوم المنتخب الانجليزي اللي عنده مستقبل كبير جدا جدا خلال الفتره القادمه. هو لاعب بوروسيا دورتموند ولاعب منتخب انجلترا، مواليد 25 مارس في عام 2000، 20 عام، 180 سنتي. احصائيات اللاعب في الدوري الالماني، لعب 62 مباراه، لعب 4419 دقيقه، سجل 23 هدف وصنع 28 هدف، يعني لاعب في المستين انه بيسجل وبيصنع، واللاعب اللي بيسجل وبيصنع اعتقد ان ده بيكون عمله نادره جدا، وممكن نشوف جادن سانشو الموسم القادم في احد الانديه الكبيره في الدوري الانجليزي بعد الخناقات اللي شغاله عليه في الفتره الاخيره، ابرزهم فريق مانشستر يونايتد اللي ممكن يكون ابرز الانديه اللي تتعاقد مع جادن سانشو خلال الفتره القادمه. لعب في دوري الابطال الاوروبي 13 مباراه وسجل 3 اهداف، لعب في كأس ألمانيا 4 مباريات وما سجلش أي أهداف، لعب مباراة واحدة في السوبر الألماني وسجل هدف. بالمناسبة جادن سانشو لعب في وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ولم يحالفوا الحظ والتوفيق، واتفورد عفوا مش وولفرهامبتون، واتفورد ومانشستر سيتي، علشان بعد كده ينتقل إلى الدوري الألماني ويتألق، وتكون بداية مولد نجم جديد للكرة الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي وأيضا للكرة الألمانية. تيمو فيرنر احد لاعبين فريق ريد بول سالزبورغ الالماني اللي متالق جدا، وكالعاده بنجيب لحضراتكم من كل دوري نجم الدوري في كل اسبوع علشان نتكلم معاه ونقرب بيه لحضراتكم علشان تعرفوهم وتعرفوا ارقامهم وتتابعوهم، اكيد طبعا بيمتعونا وكل يوم بيعملوا رقم قياسي جديد. تيمو فيرنر مع شتوتغارت لعب 65 مباراه وسجل 9 اهداف، مع لايبزيج لعب 113 مباراة وسجل 70 هدف، وهو الهداف التاريخي لفريق لايبزيج في الدوري الممتاز. تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج مش ريد بول سالزبورغ، يعني الاسمين طبعا زي بعض او نفس الراعي اللي بيرعى هنا هو اللي بيرعى هنا، لكن ده فريق ريد بول لايبزيج الالماني. أقوى الفرق دفاعيا في الدوريات الخمسة الكبرى، هنروح ونشوف مين هو أقوى خط دفاع. تخيلوا حضراتكم إن الفارق في الأندية هو هدف، يعني بنتكلم على ريال مدريد وستاد ران وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، إن كل واحد تلقى 13 هدف فقط لا غير، أما باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليفربول تلقوا فقط 14 هدف، وبالتالي بنتكلم على يعني ست أندية الفارق ما بينهم هدف واحد فقط، علشان نقول ان التفوق مش معناه صداره او معناه ان انت معدي انديه في الدوري بتاعك بعدد نقاطك، احنا بنتكلم على اقوى دفاعيه ممكن ما يكونش عندك توفيق، او ممكن يكون بتخرج من المباراه بتعادل سلبي كتير وبالتالي بتفقد نقاط، لكن ده ما يمنعش قوه وصلابه دفاعك اللي بتمنع المهاجمين من احراز اهداف في مرماك. اقوى الفرق هجوما في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، اعتقد ان احنا يعني الاحصائيات اللي كان فيها مثلا باريس سان جيرمان وليفربول من الفرق الاقوى دفاعيا، لكن دلوقتي في ثلاث فرق بيختفوا او اربع فرق بيختفوا وثلاث فرق جداد بيظهروا مكانهم، وفي فرقتين لسه محافظين على الارقام القياسيه. السيتي عنده 64 هدف ولايبزيج 51 هدف، ليفربول 50 هدف، باريس سان جيرمان 50 هدف، واتلانتا 49 هدف. اتلانتا هو مفاجاه بالنسبه لي في الدوري الايطالي وفي دوري الابطال، وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل الارقام والاحصائيات الخاصة بكل الدوريات. اتكلمنا في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني وكل شيء، أتمنى أن احنا نكون
جمعنا لحضراتكم أكبر قدر ممكن من الأرقام والإحصائيات علشان تستمتعوا بيها كالعادة في وورلد سبورتس. دلوقتي جه وقتنا لفقرة المباراة التاريخية، مباراة تاريخية مهمة جدا ما بين أحد الفرق العريقة جدا في الدوري الإنجليزي اللي كلنا أكيد كنا نسمع عنها ونسمع عن النجم الشهير اللي كان بيلعب لصفوفة وألان سميث، فريق ليدز يونايتد اللي حاليا موجود في دوري الدرجة الأولى واللي عنده كل الظروف غير مهيئة أنه يصعد مرة تانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. دايما الفرق التاريخية بتكون موجودة بتاريخها بعراقتها بأصولها، لكن في وقت الحالي كرة القدم تعترف بحاجة واحدة فقط وهي لغة المال، إنه كله بيحاول أنه هو يستثمر في الفرق الرياضية علشان يشتري أكبر قدر ممكن من اللعيبة، يشتري كمان الإدارات الفنية اللي موجودة علشان يحقق نجاحات. مين كان يتوقع أن في يوم من الأيام بعد النجاحات والتفوق والتعملق اللي كانت موجودة في فريق ليدز يونايتد أن يوصل بيهم الحال أن احنا نقول مباراة تاريخية لفريق كان موجود في الدوري الإنجليزي زي فريق ليدز يونايتد، واللي لعب مباراة في دوري الأبطال موسم 2001 أمام لاتسيو والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، مباراة فيها 6 أهداف، مباراة ممتعة، مباراة أكيد يعني هنتفرج على الكورة في الزمن الجميل. هنروح نتابع المباراة ونروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل مع حضراتكم علشان معانا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة. أهلا بحضراتكم من جديد، هنروح دلوقتي لفقرة نجم تاريخي. كل أسبوع بيكون معانا واحد من اللعيبة المهمة جدا اللي جت في تاريخ كرة القدم علشان نتكلم عليهم من خلال أرقامهم وإحصائياتهم وعلشان كمان تتفرجوا عليهم وتشوفوهم وتتابعوهم. بالنسبة للأجيال اللي ما تابعتش اللعيبة دي أعتقد إن هي محتاجة علشان تستمتع وتتمتع بكل لمساتهم وأهدافهم وكل الأماكن اللي كانوا موجودين فيها جوه الملعب كان ليهم بصمة. وبالتالي نجمنا هذا الأسبوع هو رونالدينيو الساحر البرازيلي اللي هنستعرض قدام حضراتكم حالا دلوقتي أرقامه وبطولاته قبل ما نطلع ليه فيديو ليه ونتفرج على مهاراته اللي أنا ما أعتقدش إن حد أبدا ممكن يزهق منها. طبعا رونالدو أو البرازيلي رونالدينيو راقص السامبا المهاري مواليد 21 مارس 1980، مسيرة كبيرة جدا حقق فيها العديد من الإنجازات والأرقام، الأبرز فيها الليجا الأسبانية مرتين في موسم 2006 موسم 2005، كأس السوبر الأسباني مرتين 2005-2006، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في موسم 2005-2006، كأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة مع باريس سان جيرمان في 2001، والدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، كأس الكوبا ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو حققه في موسم 2013، وكأس كوبا سودا أمريكانا مع أتلتيكو مينيرو أيضا 2014، أبا كوبا أمريكا سنة 1999، كأس العالم 2002، وكأس القارات 2005، وكأس العالم للناشئين سنة 97. البرازيلي رونالدينيو أرقامه خاصة جدا، أرقامه مع جميع الفرق اللي لعب فيها، أرقامه مع منتخب البرازيل لعب 719 مباراة مع كل الفرق اللي لعب فيها، سجل 280 هدف، لعب مع منتخب البرازيل 97 مباراة سجل 33 هدف. أما أرقامه الفردية أفضل لاعب في العالم مرتين 2004-2005، البالوندور 2005 وأفضل لاعب أجنبي في الليجا مرتين موسم 2004 وموسم 2006، ومن ضمن أفضل 125 لاعب في تاريخ كرة القدم. اتكلمت كتير عن رونالدينيو واستعرضت مع حضراتكم أرقامه وإحصائياته، جه الوقت اللي نتكلم فيه أو نشوف بقى الأرقام دي تترجم على أرض الواقع لمهارات ولمسات وأهداف. ما اعتقدش ان حد ابدا يقدر يتكلم عن موهبه رونالدينيو او حد ينكر انها افضل موهبه جت في تاريخ كره القدم. هنستمتع ونتفرج ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم، بقول لكم معايا حاجات كتيره جدا جدا فخليكم معانا. في اللي جاي والفيديو اللي جاي ده واحد من الاهداف المميزه جدا جدا، لكن انا حبيت ان انا افصله عن فقره اهداف الاسبوع عشان هو هدف لواحد من اساطير الكره الايطاليه اللي اتكلمنا عليهم وقلنا ان هو واحد من اكثر اللاعبين او ثاني اكثر لاعب في تاريخ الدوري الايطالي تسجيلا للاهداف، وهو فرانشيسكو توتي. بعد ما اعتزل لسه يعني بيتمتع بالمهاره اللي عنده وهي مهاره التصويب من الركلات الثابته، وبالتالي
في تجمع خماسي ليه مع اصدقائه وكان بيلعب مباراه، احرز هدف اعتقد ان هو هدف لماركي توتي الوحيد اللي في العالم اللي يقدر يسجل هدف بهذه الطريقه. تعالوا نستمتع بهدف فرانشيسكو توتي في الكره الخماسيه ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. ده كان فرانشيسكو توتي احد الاساطير الايطاليه، واعتقد ان هدف سواء في الملعب الحداشرات او في ملعب الخماسي ما حدش يقدر يحرز هذه الاهداف الا واحد بس، هو فرانشيسكو توتي. دلوقتي جه وقتنا مع التحليه اللي بتبقى موجوده في حلقتنا، هي تحليه المهارات الاستثنائيه اللي دايما بنشوفها ونستمتع بيها ايا كان ايه نوع المهاره سواء في او بره الملعب، لازم نجيبها لحضراتكم ونجمعها ونستمتع بيها. تعالوا نشوف ونتابع المهارات الاستثنائيه ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان يعني اللعيبه بره او في الدوريات الكبيره او اللعيبه الليجندز، اللعيبه اللي بيكون اساميها كبيره، مقبول بينها الهزار بينها وبين بعضها طالما في حدود المسموح. وبالتالي جاك ويلشر لاعب ارسنال السابق ولاعب ويست هام يونايتد الحالي بيعمل موقف كوميدي جدا، يا عيني الواد قطع الخلف اتخض جدا بعد الموقف. تعالوا نشوف عشان ما احرق لكمش هو عمل فيه ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. معمولة علشانهم وبالتالي منظر رائع جدا من جماهير بولندية في بولندا بتحتفل بمرور 100 عام على إنشاء ناديها، منظر أكثر من رائع في الشوارع البولندية. ترى هم عملوا إيه علشان نقول عليهم كده؟ تعالوا نشوف ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. الفيديو اللي جاي ده من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا واللي كانت مقامة في مدينة سهل حشيش في الغردقة، واللي حصل إن موقف ساديو ماني بعد ما حصل على الجائزة يعني احد المذيعين بيتكلم معاه باللغه الانجليزيه وبيقول له يعني انا اعتقد ان انتوا خلاص حسمتوا لقب الدوري الانجليزي او بتقتربوا من لقب الدوري الانجليزي. طبعا اي حد مكان مانيه او اي حد تاني ممكن يفكر بشكل مختلف، لكن مانيه دايما فكر بالشكل اللي ممكن ما يتحسدش عليه ولا يحسد فريقه. فيا ترى ساديو مانيه عمل ايه؟ كله يفكر كده عقبال ما نعرض لحضراتكم الفيديو. تعالوا نشوف ساديو مانيه لما اتقال له قربتوا من لقب الدوري الانجليزي عمل ايه عشان يعصب نفسه تماما من الحسد ومحدش يبص له في اللقب الغايب على ليفربول لمده 30 سنه. ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا يعني خبط على الخشب يعني عشان ما يحسدش نفسه او المذيع يحسده في سؤاله عن تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز. اخر فيديوهاتنا دايما بتكون بشكل كوميدي، دايما اللي بيضيع الفرصه مش بيلام على قد اللاعب اللي بيضيع مجهوده في انه يوصل لكوره متقشره للمهاجم علشان يجيب منها هدف، لكن تخيلوا حضراتكم ان بعد كل المجهود ده واحد بيضيع الكوره بشكل ساذج جدا جدا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل والفرصه ضاعت ازاي علشان نرجع نختم مع حضراتكم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من وورلد سبورتس على قناه الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.